قدم تشريعات وصار في توافق ما بين المجلس والحكومة، ترى هذا مو معناته إصلاح، معناته هدنة أو اتفاق أو آلية، مو صحيح. نعم. أن اليوم رضا الحكومة على المجلس تمام، لا، اليوم المواطن يطمح أكثر بأن يكون هناك أرض الواقع في تشريعات. يعني مع احترام ما تستغفلني في كمية تشريعات تقدم وبالنهاية ما راح يشوف شيء على أرض الواقع. اليوم عطني تشريع يتم النقاش عليه ويتم السجار ويكون النقاش عليه بنبرة حادة، ولكن وفقا للمصلحة العامة. وفقا للانتقادات البناء الفنية. اليوم كل واحد من أعضاء مجلس الأمة عنده اتجاه معين في مجال معين يقدر يبدع فيه أمانة، ولكن انشغالهم في الجماهير وانشغالهم في ردة الفعل الشارع اليوم أدت إلى أن يكون هناك فقط إن صح التعبير نسميها فقاعات وقتية أو بطولات وقتية، باكر ما راح يكون عرض الواقع. اليوم ماذا قدمت من تشريعات وماذا سيقر؟ هذا اليوم احنا طموحنا كمجتمع مدني، كافراد، كاعلام ايضا يجب ان ندفع بهذا الاتجاه، ان نكون ما بعد الجلسات. اليوم طموحنا بان نكون هنالك المزيد من التشريعات اللي مالت قابله للتطبيق، قابله والعقلانيه فعلا. صحيح. تكون عقلانيه، ما تقدم لي 400 تشريع ولا 40 تشريع ولا 10 تشريع، الكلام انه يكون تشريع. اليوم بحاجه تشريع على المستوى اللي فيما يخص مجالنا جمعية نزاهة. اليوم عندنا تشريع نطمح انه يتم اقراره، قانون تعارض المصالح. نعم. فهذا التشريع اليوم راح استرسل لك في هالتشريع.